السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا صباح الخير. زي ما وعدتكم اليوم حبدأ أحول الخلية بإذن الله تعالى اللي جات خلية النحل اللي جات عندي في السطل إلى الخلايا الخشبية بإذن الله تعالى متخصصة للنحل بإذن الله. تابعونا. ما شاء الله تبارك الله، هذه الخلية طبعا اللي ساكنة في السطل حبدأ إن شاء الله الآن تحويلها إلى الخلايا الطويلة بإذن الله تعالى، الخلايا الخشبية. شوفوا الآن الخلية بعد ما طلعتها، شوفوا ما شاء الله حتى في عسل، شوفوا بقى الشمع والمصفى موجود جوا، وإن شاء الله الآن حبدأ أحولها بإذن الله تعالى. خلوكم معنا الآن. هذا الخلية، هذيك الأقراص الشمعية، هذا السطل ما شاء الله اللي ساكن فيه النحل. الآن حبدأ أطلعها بإذن الله وأسكنها هذه الخلية بإذن الله تعالى. خليكم معنا، هنبدأ إن شاء الله. طبعا لازم الدخان أساس، ولا أساس إيش تبدأ تنقل النحل. وهنا محلها، إن شاء الله بعد ساعة تبدأ تغذى ويبدأ النحل كله يخش بإذن الله تعالى. كذا متابعينا الأعزاء نكون كملنا عملية النقل، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم عن طريقة نقل الخشب.